الآن وليس غدا، الآن الآن وليس أمسا، الآن يحدث لأول مرة، صحيح؟ نعم. الظاهر إن هي نفس الكنبة، نفس الترابيزة، نفس القهوة، نفس الأشياء اللي على الحيطة، صحيح؟ يعني نفس الفستان، صحيح؟ لكن الزاوية اللي انت جالسة فيها، ضربة عينك في اللي حواليك، الأصوات اللي بتسمعيها، السيلولة دي كلها، كل الذبذبات دي تحدث لأول مرة بالنسبة لك طبعا كمتلقي للحدث، تمام؟ تحدث لأول مرة، أي إدراكك الآن جديد، هو نفس القهوة، صح؟ أدركتي وجود القهوة، تمام؟ ناو وانت بتشرب القهوة مو زي ما شربتي أمس بالمطلق، صح؟ هي القهوة لكن مو نفس الطعم، مو نفس تركيز الموية، صح؟ يبقى الزاوية جديدة، المشهد جديد يحدث الآن، هذا يوم آخر، تمام؟ نعم. يبقى وجدت نفسك على قيد الحياة في مشهد، أدركت وجود الحياة، خلاص في ذاتها اللحظة، إدراك بالنسبة لك طبعا، في ذاتها اللحظة إدراك الحياة، خلاص بتدركي، بيجيكي عندك معلوم من فين جيتي، يعني إدراك من أين، يعني النقطة اللي انت وجدتي نفسك فيها على قيد الحياة، النقطة دي اللي هو الآن، اللي هو الحاضرة، صح؟ تمام. هذه نقطة أدركتي وجودها، خلاص في نفس اللحظة أدركتي وجود يحدث الآن، أدركتي من فين جيتي، النقطة اللي قبل النقطة دي، يس، خلاص في نفس اللحظة مدرك، عندك إدراك في النقطة اللي رايحت لها، من أين أتيتي، صح؟ من أين الآن وإلى أين، من إلى، صح؟ ميم نون. فلما تمد الثلاث النقط دي على استقامتها، حتلاقي إنه النقطة حقت يحدث الآن انت في وسطها، في وسط الدائرة، عارفة من فين جيتي، عارفة فين رايحة، في مشهد إلى ما لا نهاية، بقى هي دي طاقة المشهد، طاقة إدراك الحياة، طاقة
من فين جيتي؟ طاقت وين رايحة؟ كل دي طبقات من الإشارات اللي بتيجي لمشمش ولا كاف. الجهاز العصبي بيستقبل كل حاجة زي شعرك كده منفوش، كل حتة، كل سنتيمتر، كل مليمتر في الشعر بيستقبل طاقة. خلاص، يبقى الجسد، الجلد، العين، اللسان، اليد، كل دولة بيستقبلوا طاقات. اي بتبعت لك الإشارة، اللي بيجي له شيء بيبعت لك بيقول لك حول. حسيتي بيدك وهي بتتحرك، بلسانك وهو بتتحرك، بعينك وهي بتتحرك؟ حسيتي؟ خلاص ردي عليهم بقى، الناس اللي بعتولك قولي لهم علم حول. صح، هذا اسمه الكوميونيكيشن، ان هو اخذ وعطى. انت جاك شيء، انا بعت لك شيء، وصلك؟ ايوه وصل لي. فاسمه فيدباك بقى، عشان الاوادم اللي ببعتولك ببوم ببوم ببوم، كتله ثلاثيه الابعاد متحركة بالطاقة، بتبعت لك إشارات طول الوقت طول الوقت طول الوقت. فترد عليه ولا حتسيبيه ناهد لوحده؟ أيوة، مش على الصبح. يس يس يس. أول ما صحيتي عندك شوية حاجات تبي تسويها يعني، صح؟ نار تبي أدوات، مش عارفة تبي تجيبي أكل فطور يعني، تبي تروح الحمام، تبي تسوي قهوة. خلاص تمام، الدنيا برد، فتبي تقفل المكيف وهكذا. صح، لولا إدراكك للحياة، فاهمة كيف؟ ما قعدت تقولي ابغى وابغى وابغى واسوي واروح واجي. صح تمام. فاللي بعت لك اشاره انه هو على قيد الحياه، رديت عليه قبل ما تقولي ابغى وابغى وابغى؟ نص ثانيه. القهوه مع مش لا يعلى عليه، بسر اسرار الفاتحه على عدرة رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. صحيح، الحمد لله رب العالمين، الحمد 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 الإفلام الحمد. رحمن ورحيم، صح؟ يبقى على طول الحمد لله. خلاص،